الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. النزاع في سوريا يشكل محور الانقسام الدولي، وخصوصا مع ارتفاع سقف التصريحات المنددة بالنظام السوري، وأبرزها تأكيد رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أن نظام الرئيس بشار الأسد يقترب من نهايته الحتمية، داعيا من أوكرانيا إلى عدم السماح لألسنة اللهب بالانتقال إلى المنطقة بأكملها. المسؤولية الرئيسية لمواصلة المفاوضات تقع على عاتق مجلس الأمن، وخصوصا البلدان الرئيسية روسيا والصين. الفترة الانتقالية في سوريا وإنشاء نظام ديمقراطي جديد ليس مسؤولية الشعب السوري فقط، بل مسؤولية جميع الشعوب في المنطقة. في هذه الأجواء يتابع الموفد الأممي الأخضر الإبراهيمي لقاءاته في سوريا مع المعنيين بالنزاع على أن يجتمع بالرئيس الأسد السبت. من جهته أكد المتحدث باسم الإبراهيمي صعوبة المهمة. بالفعل مهمة شاقة، وقالها السيد الأخضر الإبراهيمي كما قالها من قبله السيد كوفي أنان، ونحن ننادي ونناشد هذه الدول التي لها نفوذ على الأطراف أن تستخدم هذه النفوذ. ميدانيا خرجت تظاهرات كثيفة من المدن السورية في جمعة إدلب مقبرة الطائرات ورمز الانتصارات. النزاع يتواصل، قصف الأحياء وخصوصا في دمشق وحلب مستمر بوتيرة مرتفعة، فيما تعتبر معارك حلب استراتيجية لنهاية النزاع.